أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه ونفعنا وإياكم ببركاته: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. إذن بعدما أنهينا الكلام على المبادئ العشرة لعلم التوحيد وبينا مفهوم المصطلحات، مفهوم أهل السنة والجماعة ومفهوم الأشاعرة، وترجمنا لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن الأشعري، نتكلم اليوم بإذن الله على حسب ما مشى الناظم على وجوب المعرفة بالنسبة للمكلف. إذ قال المصنف رحمه الله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، أي أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما يجب في حقه وما يستحيل في حقه وما يجوز فيه، وكذلك معرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بما يجب في حقهم وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم. قال: فكل من كلف، كل مبتدأ وخبره الجملة الفعلية، وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. كل من كلف، والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، وهو يستلزم العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. فلا تكليف على صبي ولا على مجنون فاقد العقل إذا بلغ وهو مجنون، بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم بعد ذلك جن فإنه يكلف. ولا تكليف على من له حواس غير سليمة، كمن ولد أصما وأبكما فلا تكليف عليه. ولا تكليف على من لم تبلغه دعوة الرسول الذي أرسل إليه على التحقيق، لقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل الفترة هم ناجون على التحقيق، وهم من عاشوا في الأزمنة بين الرسول والرسول. وإن اختلفوا في من لم تبلغه الدعوة، هل المراد بالدعوة دعوة أي نبي، فمن بلغته أي دعوة نبي فهو مكلف، أو المراد خصوص دعوة النبي الذي أرسل إليه؟ الراجح أن المراد بالدعوة هي دعوة النبي الذي أرسل إليه. وعلى هذا فأهل الفترة هم ناجون، لأنهم غير مكلفون، لأنهم لم تبلغهم دعوة النبي الذي أرسل إليهم. وإذا كان أهل الفترة ناجون، وهنا مبحث ينبغي أن ننبه عليه، إذا كان أهل الفترة ناجون بصريح القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن باب أولى وأحرى آباء مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ناجون، بل هم أهل إيمان من لدن أبويه عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا آدم وأمنا حواء عليهم السلام، فهم أهل إيمان شرفهم الله سبحانه وتعالى وطهرهم وزكاهم، والشرف يتنافى مع الكفر، التشريف يتنافى مع الكفر. قال سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.
قال سيدنا عبد الله بن عباس في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين هم آباء النبي صلى الله عليه وسلم. ولله در من قال تنقل أحمد نورا عظيما تلألأ في جباه الساجدين تنقل فيهم طورا فطورا إلى أن جاء خير أو إلى أن جاء خير المرسلين على الحال. وروى البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح الإسلام. وروى الإمام ابن سعد وابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وكذلك روى الإمام أبو نعيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يلتقي أبواي قط على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة الطيبة إلى الأرحام الطاهرة وصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وقد قرئ في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال صلى الله عليه وسلم أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا. إذن فتواترت الأدلة النقلية والعقلية التي تقطع بأن آباء النبي صلى الله عليه وسلم هم متحنفون أهل إسلام وإيمان. بل ورد وحكى الإمام النووي الإجماع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحيا له صلى الله عليه وسلم أبويه فآمنا به ثم أماتهما. وإحياؤهما، والحديث وارد عن أو مروي عن عروة عن أمنا عائشة رضي الله عنهما أنه قد أحيا الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أبويه فآمن به ثم أماتهما. وهذا ليس ببعيد أن يكرم الله سبحانه وتعالى نبيه بمثل هذه الكرامة أو أن ينعم عليه بمثل هذا التشريف. وإحياؤهما لم يكن لأجل أن يؤمنا به صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم ناجون من أهل الفترة، وإنما لحصول تشريفهما بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا بأن التكليف يستلزم العقل والبلوغ وبلوغ دعوة النبي الذي أرسل إلى المدعو وسلامة الحواس، والتكليف هو إلزام ما فيه أو طلب ما فيه كلفة. فكل من كلف شرعا وجب، فشرعا تمييز يبين لنا هذا الوجوب، أي وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. ومعنى قول المصنف أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة على المكلف شرعا وليس عقلا، أي أن المعرفة ثابتة بالشرع لقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن الآية الآية الكريمة تبين أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مكلف، إذن فالمعرفة واجبة شرعا، وهذا هو الحق وهو مذهب الأشاعرة أن المعرفة ثابتة بالشرع، لأنهم يقولون إن الحسن ما حسنه الشرع وإن القبيح ما قبحه الشرع، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون إن الأحكام ثابتة بالعقل، فيقولون إن الحسن ما حسنه العقل وإن القبيح ما قبحه العقل، والشرع يأتي مؤكدا لما حسنه العقل أو قبحه. إذن فهم لا ينفون الشرع، لا ينفون الشرع، وإنما يجعلون الشرع مؤكدا ومقويا للتحسين والتقبيح العقليين هكذا. إذن فعندنا أهل السنة والجماعة أن المعرفة واجبة شرعا،
وعند المعتزلة المعرفة واجبة عقلا. ويقول الماتريدية في خصوص معرفة الله سبحانه وتعالى يقولون بأنها واجبة في العقل، واجبة عقلا، بمعنى أنه لو لم يرد الشرع بها لأثبتها العقل واستحسنها، هكذا يقولون. يعني فحاصل المسألة أن المذاهب أقوال ثلاث، وأن الأقوال في هذه المسألة ثلاث: قول جمهور الأشاعرة وهو أن المعرفة واجبة شرعا بناء على التقبيح والتحسين العقليين، المعتزلة يقولون إن الواجبة وجميع الأحكام، كل الأحكام ثابتة عقلا بناء على التحسين والتقبيح العقليين، ويجيء الشرع يؤكد ما حسنه العقل أو ما قبحه. والماتريدية يقولون في خصوص معرفة الله سبحانه وتعالى يقولون بأنها ثابتة عقلا دون الأحكام الأخرى، فإنها ثابتة شرعا، أي بحيث معنى قولهم هذا أنه لو لم يرد الشرع بوجوب المعرفة لأثبتها العقل واستحسنها. إذن وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. والمعرفة والعلم شيئان مترادفان، وهو الجزم المطابق للواقع عن دليل، الجزم المطابق للواقع عن دليل. فيخرج بقولنا الجزم الظن، ومن باب أولى وأحرى الشك، ومن باب أولى الوهم، فالشك لا يقال له معرفة، والظن كذلك والوهم كذلك، فمن شك أو ظن أو وهم فهذا كفر. إذن المعرفة تقتضي جزما، وهذا الجزم لا بد أن يكون مطابقا للواقع عن دليل ولو كان هذا الدليل إجمالي. فيخرج بذلك الجزم إذا كان مطابقا لغير الواقع، كمن اعتقد اعتقادا جازما ولكنه اعتقاد فاسد، اعتقد الشريك مع الله وجزم على ذلك، هذا جزم ولكنه غير مطابق للواقع فهذا كفر. يخرج بالجزم الظن، كمن قال أظن بأن الله واحد أو أشك بأن هذا، لا ليس بجزم، فهذا كفر، كفر صريح. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب، أي لله، ما وجب لله، والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. وهنا ذكر المصنف الواجب والمستحيل والجائز من أقسام الحكم العقلي، وهذه المصطلحات ينبغي أن يعرفها طالب العلم وأن يتمكن من معرفتها حتى تصير له سجية، بحيث لا يتكلف في استحضاره مثل هذه المعلومات أو مثل هذه المقدمات أقسام الحكم العقلي، لأن عليها مدار علم الكلام، عليها مدار علم الكلام، بل قال العلماء هي العقل بذاته، هي العقل بذاته. حتى قال بعض الفقهاء إن من قال بأن مالي كله للعقلاء فإنه يصرف لمن أحصى هذه الأقسام الثلاث، أقسام الحكم العقلي. إذن فلا بد من معرفتها. ولذلك الإمام ابن عاشير صاحب المرشد المعين رضي الله عنه في كتابه المرشد المعين في باب التوحيد، باب العقائد، مقدمة لكتاب الاعتقاد، قبل أن يذكر الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة ذكر مقدمة بين فيها أقسام الحكم العقلي وما يحوم حول هذه الأقسام من المعلومات والمقدمات التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها فهما جيدا. فنقول إن الحكم الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، فالحكم إما أن يثبت، أن يكون مثبتا، وإما أن يكون منفيا، ومنه الحاكم، لأنه إما أن يثبت وإما أن ينفي، فهو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. والحكم يستلزم ويقتضي حاكما ومحكوما به
ومحكوما عليه والنسبة الحكمية. فعندما نقول مثلا الله قديم أو العالم حادث هكذا، يعني سبقه العدم، العالم حادث أي لم يكن ثم بعد ذلك أحدث، فهذا حكم يقتضي حاكما وهو من جزم أو حكم بهذا الحكم، ويقتضي محكوما به وهو الوصف الذي هو الحدوث، ويقتضي محكوما عليه وهو العالم أي الأكوان، ويقتضي النسبة الحكمية وهي الرابطة بين العالم والحدوث كون العالم حادثا. وإذا قلنا مثلا الصلاة واجبة هذا حكم، أي أن حكم الصلاة واجبة وجوبا عينيا شرعا، فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي حكم بأن الصلاة واجبة، والمحكوم به هو الوصف الذي هو الوجوب، والمحكوم عليه هو العبادة التي هي الصلاة، ونسبة الحكم أي الرابطة بين المحكوم به والمحكوم عليه، أي بين الوصف وبين الموصوف الذي هو الصلاة وهكذا. وهذا الحكم الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر هو ثلاثة أقسام: حكم شرعي، وحكم عادي، وحكم عقلي. أما الحكم الشرعي فهو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي طلبا أو إذنا أو وضعا. قال الإمام ابن عاشير: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذمن. والطلب إما طلب ترك وإما طلب فعل، وكل منهما إما طلب ترك جازم أو غير جازم أو طلب فعل جازم أو غير جازم. والإذن قسم من أقسام الخطاب الشرعي التكليفي، والوضع هو ما جعله الشارع شرطا كالطهارة بالنسبة للصلاة، أو سببا كدخول الوقت للصلاة، أو مانعا كالحيض بالنسبة للصلاة، أو صحيحا كاستيفاء العبادة شروطها وانتفاء الموانع عنها، أو فاسدا وهو ضد ذلك. وحكم عادي وهو الربط بين أمر وأمر أو بين شيئين يكون بينهما التكرار حسا بشرط تخلف التأثير، بشرط تخلف التأثير. إذن هذا هو الحكم العادي، كما نقول النار محرقة والسكين يقطع والطعام مشبع، فهنا ربطنا بين الطعام والإشباع وبين النار والإحراق وبين السكين والقطع وهكذا بواسطة التكرار ولو مرتين تحصل العادة والتجربة. فالعادة تقتضي أو التجربة تقتضي أن كلما أكل الإنسان أكلا شبع، وكلما شرب روي، وكلما يعني مس نارا أحرق، وكلما يعني جعلنا السكين على شيء قطعه. فهذا القطع للسكين والشبع للطعام والإحراق للنار وهلم جرا هذا إنما اكتسبناه عن طريق العادة، ولكن مع اعتقاد تخلف التأثير وأن ليس للسبب تأثير في السبب في المسبب، وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أقسام الحكم. ثم الذي يهمنا في هذا المقام هو الحكم العقلي، الحكم العقلي وهو القسم الثالث، وهو كما عرفه الإمام ابن عاشر: وحكمنا العقلي قضية بلا قضاء وحكم من غير توقف على شرع أو عادة. هذا هو الحكم العقلي، الحكم العقلي هو قضاء وحكم من غير توقف على شرع أو عادة. والحق أن الحاكم في الأقسام الثلاثة هو العقل، ولكن إما أن يستند العقل على أمر خارجي عنه، فإما أن يستند إلى شرع فهو حكم شرعي، وإما أن يستند إلى عادة وتجربة فهو حكم عادي، وإما أن لا يستند على شيء فهو حكم عقلي محض، حكم عقلي محض. إذن الحكم العقلي هذا الذي هو قضاء وحكم من غير توقف على شرع أو عادة
أي حكم العقل من غير أن يستند أو من غير أن يحتاج في حكمه هذا إلى نظر في الشرع أي في نصوص الشرع، ولا إلى نظر في العادة، أي لا يعتمد في حكمه لا على شرع ولا عادة، فهو حكم عقلي. وهو ثلاثة أقسام: الواجب والجائز والمستحيل. أما القسم الأول وهو الواجب، وهو ما لا يتصور في العقل عدمه، ما لا يتصور في العقل عدمه، كوجود الله سبحانه وتعالى وثبوت الحدوث للعالم والتحيز للجرم، فهذه أمور واجبة. وجود الله سبحانه وتعالى واجب، وحدوث العالم واجب، وثبوت الحيز لأي جرم من الأجرام أو لأي جسم من الأجسام هذا واجب. إذن فهذه الأحكام يدركها العقل بذاته من غير أن يتوقف العقل في إدراكها لا على شرع ولا على عادة. والواجب هذا يعني إما أن يكون واجبا ذاتيا مطلقا، وإما أن يكون واجبا ذاتيا مقيدا، وإما أن يكون يعني واجبا عرضيا، يعني يكون أصله ممكنا ثم بعد ذلك يعرض له الوجوب. هذه لا حاجة لنا بها، وإنما الذي يهمنا هو تحديد مفهوم أو مصطلح الوجوب. ثم بعد ذلك المستحيل، وهو ضد الواجب. والمستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده، ما لا يتصور في العقل وجوده، كقدم العالم فإنه مستحيل، لأن العقل إذا تأمل يدرك بأن هذا العالم حادث، وأن الحادث لا بد له من محدث، وكعدم احتياج الجرم لحيز من المكان، فهذا أمر مستحيل، من المستحيل أن لا يحتاج الجرم أو الجسم إلى حيز من المكان، إذن فلا بد من تحيز الجرم. إذن فهذه أمور مستحيلة يدرك العقل استحالتها من غير توقفه على شرع ولا عادة. وكذلك المستحيل فيه المستحيل الذاتي المطلق والمستحيل الذاتي المقيد. المستحيل الذاتي المطلق مثلا كقدم العالم، أو كمثلا كعدم وجود الله سبحانه، فإن هذا مستحيل ذاتي مطلق. الواجب الذاتي المطلق كوجود الله جل وعلا، فإن وجوده واجب لذاته مطلق غير مقيد بقيد. الواجب المقيد كتحيز الجرم أو ثبوت الحيز للجرم، فإن هذا واجب ذاتي مقيد بوجود الجرم، وهكذا. ثم القسم الثالث الجائز. الجائز وهو ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، كما نقول الجسم إما متحرك وإما ساكن، يجوز أن يكون متحركا ويجوز أن يكون ساكنا، ولكن لا نجمع بينهما في آن واحد، أو كإثابة المطيع وعقاب العاصي والعكس بالعكس، فإن هذا أمر جائز على الله سبحانه وتعالى. إذا الجائز هو ما يتصور في العقل وجوده وعدمه. وهذه الأقسام الثلاثة كل منها ينقسم إلى ضروري وإلى نظري، فهناك الواجب الضروري والواجب النظري، المستحيل الضروري المستحيل النظري، الجائز الضروري الجائز النظري، وهكذا. الواجب الضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل، وقس على ذلك في الأقسام الأخرى، يعني يدركه العقل بالبداهة لا يحتاج الأمر إلى تأمل، كتحيز الجرم، فإذا قيل لك بأن الجرم يحتاج إلى حيز من الفراغ فهذا لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر، فهو واجب ضروري. الواجب النظري ما يحتاج إلى تأمل ونظر كحدوث العالم، فإن هذا يحتاج إلى تأمل وفكر ونظر حتى يدرك العقل بأن العالم حادث، ولذلك قيل والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، أي أن النظري
ما يحتاج إلى فكر وتأمل، والضروري ما لا يحتاج إلى لا إلى فكر ولا إلى تأمل، وإنما يدرك بالبداهة. وقس على ذلك في المستحيل ففيه النظري والضروري، وقس على ذلك في الجائز فإن فيه الضروري والنظري. إذن وجب على المكلف أن يعرف ما يجب في حق الله سبحانه وتعالى، وما يستحيل في حقه، وما يجوز في حقه، ومثل ذا لرسله فاستمع. أي فكما أن من صفات الله سبحانه وتعالى منها ما هو واجب، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو مستحيل، كذلك في صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام منها ما تجب في منها الواجب في حقهم، ومنها الجائز في حقهم، ومنها المستحيل في حقهم. إذن هذه كلام مختصر بمثابة المقدمة أو المدخل لعلم الكلام. لابد لطالب العلم أن يعتني بهذه الأقسام، أقسام وخصوصا أقسام الحكم العقلي، وأن يفصلها تفصيلا حتى يمتلك الملكة الراسخة في هذا المجال، بحيث يستحضر هذه الأقسام وتعريفاتها والفرق بين أنواعها من غير تكلف ولا تأمل. والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.